يلا نخش على اللعبه اللي بعدها. وبرافو والله، ويل دان يا بنات. هي جينا لتالت لعبة ترابيزة، ولغاية دلوقتي الفريق ده عامل عمايل وعمال يكسب. الأستاذة كيدي تمارا ممكن تكسب ولا لأ؟ هنشوف بقى في اللعبة التالتة دي. اللعبة دي بتعتمد على التأني والهدوء والتركيز الفظيع. عارفين هتعملوا إيه؟ كل واحدة هتشد المناديل بس من غير لما نوقع مية، عشان مية لو وقعت نقطة خسرنا أكيد، يعني هتتقطع. أوكي؟ يلا ريدي ستادي أند جو. تمارا ماشي كده مركزه، بس تمارا ايه مركزه برضو، في تهور شويه. لا كده ده تمارا مركزه قوي، برافو. حاسبي يا توته، حاسبي يا كده. لما الميه تتهز قوي كده خافوا. تمارا كده، مين هتوصل الاول يا ترى من غير لما ميه تقع؟ شكلهم هيوصلوا سوا ولا ايه؟ هل في النص حد هيقع؟ قربوا قوي، قربوا قوي الاثنين. كادي مركزه قوي، تماره مركزه قوي قوي قوي، بس كادي ابتدت تبقى متمكنه، عرفت التكنيك اسرع. تماره كمان بتحاول جامد، شكلهم هيوصلوا مع بعض. كادي متقدمه متقدمه، تماره برافو. معلش شديها بالراحه. اكشلي هو كيدي قربت لا يا سلام. كيدي طبعا، كيدي وصلت اوريدي يا جماعه. هي اصلا اتقطعت من تمارا، بس برافو كيدي. كيدي بتكسب لتالت مره في لعبه الترابيزه. كده يبقى دوريا وكيدي بجد هم اللي كسبوا في كل مراحل العاب الترابيزه. وبكده كمان نبقى وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول من رحلتنا.